المشروع ولو جايين نتعاونوا معها باش نهضوا بالادوار ديال المجتمع المدني والعقمة من 2000. إذن اليوم كنا بصدد إطلاق مبادرة أطلقتها مقاطعة سيدي عثمان ومجلس مقاطعتها والسيد رئيس مجلس المقاطعة الأخ محمد حدادي، تتعلق بمبادرة للتشاور العمومي مع فعاليات المجتمع المدني وجمعياته بمختلف أحياء مقاطعة سيدي عثمان، حول من جهة الأولويات التنموية لهذه الأحياء، ومن جهة أخرى حول ما هي مقترحات تطوير الشراكة ما بين مجلس المقاطعة والمجتمع المدني بتراب مقاطعة سيدي عثمان. وكانت هذه المناسبة كذلك لتوقيع اتفاقية شراكة ما بين مجلس مقاطعة سيدي عثمان ومنتدى المواطنة، أولا لمواكبة هذه المبادرة ديال التشاور العمومي والمساهمة في تأطيرها وتوثيق أشغالها، وخاصة بلورة جوج ديال الوثائق اللي غيصدروا على هذه المبادرة، من جهة المذكرة المشتركة لتنمية مجلس تنمية تراب مقاطعة سيدي عثمان وميثاق مواطنة أحياء مقاطعة سيدي عثمان، وبعد ذلك سيتم إعداد مشترك لبرامج مشتركة ما بين مجلس المقاطعة ومنتدى المواطنة ومختلف الجمعيات، من جهة لتقوية أدوار وقدرات الجمعيات، ومن أجل المساهمة في تقوية الآليات والقدرات ديال مجلس المقاطعة على تدبير الديمقراطية التشاركية، ومن أجل النهوض بالمبادرات المشتركة التنموية ما بين مجلس المقاطعة وما بين الجمعيات ديال مختلف أحياء مقاطعة سيدي عثمان.